musharaxii la tartamayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdi Raxmaan ayaa waxa uu xalay galinkii dambe shir jiraa ku qabtay gurigiisa waxana uu sheegay in markaasii doorashadii dhacday ee gudoomiyaha baarlamaanka lagu doortay isla markaasina isagu ku hambalyeeyay ay ahayd mid markaasii isdawa mariyeen ku jirtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا عبد الرحمن محمد اللين له حل دبان عبد الرحمن محمد اللين له وحن هل كان كعدين ايا ومد السومال لان كودهان إيو قارهان قوله وكيل لده ما أنت دور الشدي يعطك إلا قاضة أن صاحب كي كتان يدي باشا محمد عده حقيق دي باصوب أحضي لقب العبائي من قوة آنتين لهضي قدوميها قولها وكيل لها إلا طورتي وآنية حقيق دي دينا وان حيها سقالي إيه صدنك حلبان إعودي عدة أيو عوديين وعبد الرحمن محمد الله سيدا درتي Speaker of the House سومالي لان وآنية وحن لو شيغي صاحب كيف باشا محمد فارح او انت هنيدي انو لله نمو اي طاعد نمو واجب كاكو قدني ان ارنتي اسبدشي او اساقا مانتا لوغا باهن يهي حقيق دا جرتا اي عدكي مجورتك هالكو مري انو اقبلو نقونا تهنيدي وبالله التوفيق